عسلامة. عسلامة. لباس لباس. أتمنى أروح. ولا مواطن تونسي. أنت عندك مشكلة مسيو، شنو هي مشكلة؟ مشكلة مع أمي. كيفاش مشكلتك مع أمك؟ تعاركت أنا وياها وضربتها. ضربت أمك؟ تعاركت أنا وياها، ما وقت هذيك على أعصابي، وقت هذيك تعاركت أنا وياها. ضربت أمك؟ من غلطة، غلطت. غلطت. بيه على شنو هي تعاركتوا الساعة؟ وقت هذيك تعاركنا على الفلوس. ضربتها. انت شنو حبيت بالضبط؟ انت حبيت تاخذ فلوس؟ قلت هي ما عنديش. قلت لها دبريني. قلت ما عنديش. سامحني، الفلوس شنو باش تعمل بها؟ باش تعمل بها الفلوس؟ شقاقة، حب اللم. ايش باش تعمل بها؟ تقرا انت؟ بطال. بطال. اقرا بطال. عندي توا عندي 5 سنين خرج من السابعة. بطال معناها. تصرف عليه هي. ماكش تخدم. ما خدمش. ما يسميش خدم تو في البلاد هذه، ما يسميش خدم. حرقة. تلم في شقاقة، علاش تلم في شقاقة؟ لم حب نحرق. حب تحرق. في النهار هذاك شنو صار؟ في النهار هذاك ضربتها وقعدت في الدار، وبعد غدوة الجمعة. كيف هو كأني سهلة معناها تقول لي ضربتها بشوي؟ أنت طلبت منها باش تعطيك فلوس؟ وقت هي قتلك؟ ضربت وقتها هذاك وجابتني الفلوس. جابتني معناها حاجة. قداش طالب أنت وقتها فلوس؟ 10 20 ألف. هي فارغة معناها 10 20. قالت لي ما عنديش باش ندبرها لك. لا. تكيف أنت؟ نكيف مش برشا برشا، نكيف. وقتها هذاك نهار الخميس بدت عندي. نهار الجمعة الصباح مشيت أنا وياها. مع ما تلاقي قلت لي مشي لخالك، خالك يخطف في الحاكمة. وين مشيت انت وياه؟ وين مشيت؟ في ال اسمها لافاج. وهي نسيت اسمها البقعة. مش مشكلة في البلاد. سيد. هي مشيت تخدم. مشيت تخدم. هي تخدم في لافاج؟ لا انا نخدم في لافاج وهي تخدم في الديار. قلت ما تخدمش انت. قلت ما تخدمش. هي تو بطلت، تو بطلت على خاطر هي. لا لا الحمد لله رسول الله. من مخ ما نسيت، كنت خميم نسيت. نهار عرفت الجمعة هربت هي. نهار الجمعة هربت. مشيت معناها هربت مني على خاطر نعرف المشاكل. الحقيقة نعرف المشاكل على شيء هربت علي. معناها نطلب كل يوم في الفلوس، كل يوم 20 30 20 15 هكاك. بها الفلوس. حب اللم. حب اللم. تحب تخدم، تحب تلم. كي تحب انت تلم، تحب تسهل. كي انت تحب تلم، ما هو تنجم معناها مره كان عندها تعطيك، مره ما عندهاش. انت تنجم تقرا الظروف اللي هي زاده مش بسيره وتجيب الفلوس. صحيح. مش ضربتها سامحني. على عينيها. ضربتها على عينيها. قتلك. قلت عينيها تنفخت هكا شوي، وقت هذاك بوستها وقلت سامحيني. وبعد غدوة هي في الليل ضربتها بالخميس. بعد غدوة الجمعة مشيت معايا. أول مرة تضرب أمك ولا ديما تضرب في أمك؟ هذه ثاني مرة. ثاني مرة. سامحني، واعي باللي تحكي فيه ولا لا؟ واعي. واعي. غلطت، ضربتها غلطت. المرة الأولى ليش ضربتها زيد؟ قلت على الحكاية ذي. هذا نفس الحكايه فلوس؟ هذا الفلوس. بوك وين؟ في نفسه. ما يعيش معاكم؟ يبعث الكريكة هاو. بوكمكم طلقين؟ مش طلقيك، واحد وحده. يبعث الكريكة هاو 200 ألف وهذيك هي. عندك خوات؟ عندي أختي برقة تقرا أولى ثانوي. أختك شنو كان موقفها بعد اللي عملته أنت، الغلطة الكبيرة هذه؟ شنو هي قتلك؟ قالت لي شيء سكت. أمك توا وين معنى؟ توا عند خالي أمي. وكي نطلب خالي قال لي مع 10 واحد جملة. كي نطلب خالي قال لي مع 10 واحد جملة. عندها الحق. يعلق عليه خالها هي معناها خوها معناها. خالك أنت اللي هو خوها هي.
قال لي ما عادش تروح جملي وتو متحير عليه. متحير عليها؟ ايه وما نعرفش داره هو. داره هو ما نعرفهاش. ما نعرفش دار خالك؟ ولا نعرفها. مشيت مرة ونسيتها، حتى مشيت مرة ونسيتها البقعة. يسكن في وانت علاش تحب تعرف وين هي ودار خالك؟ فيها الرضيع. مش غلطة ريدي. اي صحيح. على الأقل رضيها تروح على الأقل. أقل تروح لي على الأقل، ما عنديش مفتاح تاع الدار. ما عندكش مفتاح الدار؟ ما عنديش، هاي المفتاح هزته هي. هربت وهزته هي. هربت من نهار الجمعة اللي فات. توا عندها دار لي الجمعة. في هذا المفتاح أنت وين تبقى؟ بيت في الشارع. في استغمسية. في دور هيشم بيت في الشارع. بيت في الشارع؟ آه. تحبها ترجع على خاطر مفتاح الدار عندها، ولا تحب ترجعها وتحب ترضيها بالحق خاطرك انت حاسس بالندم واللي عملته ما يجيش؟ هاي حاسس بالندم ولا وغلطت فيه. مش اول مرة. هي نار مستعرف. ثاني مش اول مرة. مستعمل. هي نستعرف. على الاقل تروح لي على الاقل بلاي. هي مش متربي، هي مش كتش بيه. نجم تشكي بيه، هي ما تعرفني. تعرف متى تعمل هيش. هي ما تعملهاش؟ اه. انا بصراحه في بلاصتها نعمل. هي ضربتها، غلطتها، ضربتها مستعرف. ايه ضربتها مستعرف، ضربتها على عيني مستعرف. انت توا شنو تطلب معني؟ انا قلت تروحني، نطلب تروح لي برك، تروحني للدار وكاهو. عرفت قيمه امك توا كي بعدت عليك بقيت ضايع. ليش هي ما يعطيك حتى واحد؟ حتى واحد ما يعطيك. بوك في باله بالحكايه هذه؟ في باله، قال لي بول عليك. قال لك بوك؟ قال لي شمني فيك؟ شمني فيك معناها؟ قال لي انت تعرف المشاكل و المشاكل الاخرى شنو هي تعمل فيها بخلاف اللي عملته هذا؟ مشاكل على الحكايه ذي، ذي هي الحكايه على الفلوس. ساعات تقول لي ما عنديش، وانا نحب ناخذ. نحب الفلوس، سمع عبد ما يحبش الفلوس، نسميه. هي راه مش بالسهرة والفلوس. انت هاك بطلت القرايه، علاش ما تخدمش؟ من بلاد هذي على الحيط. كرهتها، كرهتها بكل شيء، بالرئيس نتاعها، بكل شيء كرهتها. علاش انا فاد منها بالحق، كرهتها، كرهتها على الاخر. انت كاره البلاد اوروبا، غادي غادي تعيش. انا ما تعيش شيء، تلقى شيء. انا بعمالك هذي صدقني لا تمشيها ولا تربحها اصلا. علاش هاي العباد تحب تحرق؟ هل الشباب يحب يحرق؟ خلي لك كلمة الختام، هي تطلب. إن شاء الله تروحني وربي يهداها، وربي يهديني وربي يهداها هي. وربي يهديني. ما تطلب منها السماح. إن شاء الله تسمحني برك. إن شاء الله تسمحني وترضى علي. إن شاء الله يا ربي حلو.